جدا كانت بتسأل لماذا خرج جيرالدو. قبل ما نتكلم عن أي شيء، جيرالدو جاله شد في العضلة الخلفية، ومحمد محمود أيضا عنده جزع في الركبة. بقينا نكتب كل حاجة عشان ما ننساش. الواحد هو قاعد هنا خايف يجيله شد والله كاتب ولا حاجة، تبقى مصيبة يعني. أي حد فينا لو يجي يقوم ياخد باله النبي، عشان احنا كده كتير يعني. جيرالدو برضو، لأن ناس كتير الحقيقة كابتن عادل كانت بتسأل لماذا خرج جيرالدو ما بين شوطي المباراة. فخلاص عرفنا ان جيرالدو جاله شد في العضله الخلفيه وبالتالي خرج، لان حضراتكم كلنا كنا بنسال لماذا خرج جيرالدو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم اهني جمهور النادي الاهلي. نعم. وعلى الثلاث نقاط المهمين جدا، كان الدوري هيقف، هتخش في افريقيا، وانت داخل افريقيا لازم تبقى داخل عامل نوع من الانتصار، والانتصار ده كان مهم جدا على فرقه تقيله، فرقه بتدافع كويس قوي. ومع ذلك الحقيقه قرايه الراجل للمباراه واضح جدا ان هو كان بيستخدم جيرالدو، واضح جدا انه خد فكره بسرعه جدا عنه وعن امكانياته. نعم. على الرغم ان هو بقاله اربع خمس ايام فقط شافه في هاف تايم في ماتش الشبين الودي، ومع ذلك اعتمد عليه النهارده. كان بينزل وليد